ورجعنا تاني في بيت أميرة. ودايما بنقول إن العزيمة والإصرار لهم مقومات كتير عند الإنسان للنجاح، وبدونها لا يستطيع أي شخص في الحياة تحقيق أي حلم أو هدف له، وذلك لأن الحياة تحتاج دايما للكثير من السعي والقوة لكي يستطيع الإنسان التغلب على كل العقبات التي تواجهه. والقوة لا تأتي إلا من العزيمة والنجاح. ومعانا اللي سببت نجاح في المجال الرسم ومجالات أخرى كتير هنتعرف عليها. نتعرف مع بعض على الأستاذة سمية فرهود. أهلا بحضرتك، نورتيني وشرفتيني بجد. يعني حاجتك جميلة. نعرف برضك الناس على مواهبك. في مواهب رسم هنعرضها برضك على الكاميرا، أرجو توريها لنا. ودي عرفينا بقى، ده بوكس ذكريات فيه صور. عايزين دي نقرب كويس. واو جميل بجد يا جماعة، كل ما تفتح حاجة الله بيطلع صور تانية. لا الشكل حتى، يعني الشكل، يعني الكاميرا تقرب شوية، كل ما تشيلي يعني المنظر تحس جميل. المنظر جميل جدا. يعني ده البوكس، كل لما تفتح البوكس تلاقي الصور، وده المنظر بتاعه. لا اتعجل بقى، يعني ده المنظر بتاعه جميل جدا. يعني بتحتاجي كم صورة ولا كل واحد بصور معينة؟ كل واحد أو الشكل ذات نفسه بتقول له لا أنا عايزة 4×6، لا أنا عايزة أيوة كبير. بتبقى تخطيط على حسب البوكس نفسه، تمام، حسب المكان اللي حط فيه الصورة. المفروض بقى إن سمية تعمل لي هدية زي كده. إحنا نسينا على فكرة يا جماعة، نسينا. لا قبل أي حاجة، ده أنا بقى بعمل تقديمة بقى كويسة جدا، إن أنا بقول لك كل سنة طيبة وكل ثانية وأنت بخير وسعادة. ربنا يخليك. عيد ميلادها النهاردة، والمفروض إن إحنا كنا نعمل تورتة، بس يلا مش مشكلة. نسيت إن عيد ميلادها النهاردة. كل سنة طيبة وبخير وسعادة، وتستاهلي كل خير والله. ربنا يخليك. إن شاء الله بإذن الله نحتفل مع بعضينا. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. هتعملي لنا ليا هدية وليها هدية. أنا يا حبيبتي. وبالنسبة للهدية بقى، أنا لازم أفرجكم على الهدية. أهيت دي البورتريه. ده من المصممة الجميلة الرسامة العبقرية منار الليسي. تسلمي لي يا رب، وشكرا على الهدية. يعني متشكرة لحضرتك جدا، وإن شاء الله مزيد من التفوق والنجاح. شكرا. عايزة البوكس الصغنن ده أشوفه برضو. واو، لا أنا كنت عايزة أفتحه الفتحة بتاعته دي بقى. يعني ده كل ما تفتحي حاجه هتلاقي صور برضه. ايوه شكله جميل زي ما احنا ورينا بالفيديو كده. كل ما تفتحي هتلاقي اشكال وصور، بس جميل بجد والله، فكره جميله يعني. ولا ايه يا دودو؟ معانا دنيا بقى المغنيه بتاعتنا، المطربه الجامده. عايزين نسمع حاجه كده حلوه منك، واحنا بنسمع واحنا بنتفرج على حاجات سميه يعني، او هديه لماما بقى. يعني انا كنت بصراحه عامله حسابي ان انا اول واحده اهنيها بعيد ميلادها النهارده، بس سبقوني على الفيسبوك. بوستات من امبارح الساعه 1. ان شاء الله هيبقى معانا في الحلقه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكره، هو كان اول واحد يفرحني ويقول لي كل سنه وانت طيبه، والحقيقه فرحت جدا والله العظيم. كنت ناسيه فعلا، والله العظيم كنت ناسيه فعلا بجد. وكنت مشغوله بالحلقه وبالبرنامج ونسيت خالص الموضوع ده، وكنت ناسيه. هو فعلا يعني بعت لي وهناني، وانا كنت سعيده جدا بالتهنئه دي. وطبعا شكرا يا دودو. سنه طيبه يا ماما. طيبه يا قمر. نسمع حاجه بقى. اكيد. طب اكيد يلا نبدأ. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب واخدها الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي، لا أول مرة ما بينكم سوا. سألوني الناس عنك، سألوني قلت لهم راجع واطلبوني. سألوني
يشوفوا لي مخبى بعيوني اهم الهوى بكان الهوى لا اول مره ما بينكن سوا طال مني الليل اللي ضويلي لان الليل طفى ناديلي طال مني الليل اللي ضويلي لان الليل طفى ناديلي لا تساليني كيف استهديت القلب اللي عندي دليلي واللي اكتوى بالشوق اكتوى لا اول مره ما بينكن سوا يا سلام يا سلام تسلمي لي يا دنيا وربنا يخليك ليا وما تحرمش منك ابدا يا رب اللهم امين صوتك بجد ممتعني كده يعني جميل 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 ولا ايه رايك يا سمعين طبعا عايزه اعرف بقى عايزه اعرف بقى يعني مين شجعك ومين وقف وساعدك الحقيقه كنت وانا في ثانيه ثانوي الموضوع بدا وانا في ثانيه ثانوي عندي مدرستي في المدرسه الاستاذه شيماء غانم ساعدتني كتير وهي اول حد امن بموهبتي ودخلتني في مسابقات كتير والحقيقه نجاحي في المسابقات دي هو اللي خلينا اكمل لحد دلوقتي نجاح رسم ولا نجاح بوكسات تعملي بوكسات هو مش بوكسات قوي هو شغل يدوي برده تمام يعني بتشتغلي حاجات يدويه ايوه يعني كانت في حاجه اسمها كده لعبه علميه كانت حاجه شيء ملموس برده بورق من ده برده خرجناها على هيئة لعبة وحاجة علمية في نفس الوقت يعني اللي بيطلبوا منك أكتر الأوقات رسم ولا حاجات تخطيط مثلا أو بوكسات لا بوكسات أكتر حاجة بتتطلب تمام نفسك في أي دنيا في 2021 نفسي قرب المايك كل أحلامها يعني دي امنياتي بجد يعني احنا سعادتنا كلنا متوقفه على نجاح مامتي الله يبارك لي ادعي لي يا دنيا ربنا يا ترى ايه احلامك بقى المستقبليه يا سميه انا نفسي اكون كيان في دراستي اللي هي مجال البرمجه وبعدها نفسي طبعا افتح معرض ليا واعرض فيه كل حاجتي يا رب اللهم امين وعايزه اعرف بقى مين توجهي لمين شكر احب اوجه رساله شكر لخال الاستاذ عادل زردق وصلاح زردق وقفوا جنبي كتير لحد دلوقتي حابه اشكر امي واقول لها قدام كل الناس اني بحبها قوي 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 وان من غيرها ولا اي حاجه وان هي اجمل هديه سابها لي والدي الله يرحمه وحابه اشكر والدي ساب اثر كبير قوي جوايا بالرغم انه بعيد عني بقاله 8 سنين بس يمكن بعيد عن كل الناس بس لسه ساكن جوه قلبي لحد دلوقتي طبعا ربنا يرحمه يا رب ربنا يرحمه ويجعله من اهل الجنه يا رب اللهم امين طب هو عمال البوكس بتبقى صعبه يعني محتاجه تفاصيل كتير صح بتبقى محتاجه تفاصيل كتير جدا جدا ومحتاجه ان الواحد يكون عنده صبر وحماس كبير انه يقدر يخلص يعمل تحفه فنيه من مجرد ورقه ملهاش اي شكل تمام سمعت انك بتحبي البوكسات لدرجه ان انت مش عايزه تبيعيها ولا يعني تعملي مشروع تبيع او كده تبقي زعلانه على الحاجه من شده حبي ليها بخاف ان اللي انا هسلمها له دي ما يكونش امين عليها لان فعلا ببقى حابه كل حاجه انا بعملها بايديا فبخاف ان انا اسلمها بس بسلمها عادي مش شيء مستحيل يعني انا بتشكركم جدا ونورتونا وشرفتونا ونرجع بقى نشوف البيتزا اللي احنا هناكلها يعني ايه يا شيف وصلت لفين هنا معايا بيتزا اهي البيتزا جاهزه طلعت خلاص من الفرن دي واحده طالعه من الفرن اهي اهي تمام جميله ما شاء الله ومعايا هنا الميني بيتزا اللي لسه بقى هتخش الفرن دي لسه هتستوي اهي حطيتي ايه بقى حطيت بقى الفلفل الالوان والزيتون والطماطم وجبنه الموزاريلا والجبنه الشيدر تمام وطبعا حطينا طبعا ايه التسبيكه الصلصه بتاعتها في الاول خالص يعني خلاص تمام بس محتاجه تخش هندخلها بقى الفرن وهتستوي وهنوريها لكم دلوقتي تمام ان شاء الله هنرجع بعد الفقره ديت معانا ضيف كمان في بيت اميره استنونا فاصل ونواصل